السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أصدقائي في قناة عبد الواحد لايش، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نشرح طريقة التعارف على الأجانب من مختلف أنحاء العالم في الفيسبوك. كما تعرفون فالفيسبوك هو أهم مصدر للعثور على الأجانب لأنه يستخدمه العديد من الناس. الفيسبوك ليس مثله مثل التطبيقات الأخرى للتعارف، فالتطبيقات الأخرى للتعارف تجد العديد من الناس يشتركون في هدف واحد، ولن تجد الشخص الذي تبحث عليه في تلك التطبيقات. سوف تقوم بحذف هذا التطبيق وتقوم بتحميل تطبيق آخر بدون جدوى، ولن تحصل على شيء نهائيا. لهذا أنصحك أخي العزيز باستخدام الفيسبوك والإنستغرام وتويتر وسناب. هذه التطبيقات يستخدمونها الأغنياء والفقراء والوزراء والرؤساء، كل الناس في هذا العالم يستخدمون الفيسبوك والإنستغرام، قليل منهم لا يستخدمها. على كل حال، إذا كنت مهتم عزيزي المشاهد بهذا الفيديو، لا تنسى دعمي بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بنفس المحتوى. أترككم مع انترو القناة ونعود إلى الشرح مباشرة. مرحبا أصدقائي مرة أخرى في قناة عبد الواحد لايش. أول شيء عزيزي المشاهد يجب أن تقوم به، قم بإنشاء حساب جديد على الفيسبوك. أنا لن أقوم بشرح لك كيفية إنشاء حساب على الفيسبوك لأن الطريقة معروفة. قم بوضع صورة خاصة بالبروفايل خاص بك تكون رائعة وجذابة. لا تقوم بنشر أي صورة مهما كانت، التقط صورة في البحر أو في الطبيعة أو في مكان سياحي، ثم ضع الاسم والنسب الخاص بك كما هو، لا تضع معلومات مزيفة. ثم في وصف البروفايل الخاص بك ضع سيرتك الذاتية، ما هي الأشياء التي تحبها، كم عمرك، أين تعيش، ما هي الدول التي تريد زيارتها، أشياء تحبها أنت، حتى يدخل ذلك الأجنبي إلى الملف الشخصي الخاص بك ويرى هل أنت إنسان مثقف ويحب زيارة البلدان ويريد اكتساب معلومات ويريد تعرف على ثقافات البلدان الأخرى. ثم قم بنشر صور لمأكولات بلدك وثقافات بلدك والمهرجانات التي تقام في بلدك، حتى يراود ذلك الأجنبي أفكار ويريد الحديث معك. بهذه الطريقة سوف تقوم بجذب الأجانب ويقبلونك في الحال إذا أرسلت لهم طلب صداقة. على كل حال، الآن سوف نتعرف على طريقة الحصول على أشخاص من بلدان محددة. نقوم بالخروج من هنا، نتوجه إلى خانة البحث، نقوم بالضغط عليها بهذا الشكل، ثم نقوم بكتابة أي اسم نريده، لأي اسم، مثلا اسم فتاة أجنبية أو اسم رجل أجنبي. ثم نأتي إلى الأشخاص هنا بهذا الشكل، ركزوا معي إخواني هنا. نأتي إلى المدينة، ثم نأتي إلى اختيار الموقع، نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل، ثم نقوم بكتابة اسم الدولة المحددة التي نريدها. مثلا أنا سوف أقوم بكتابة لندن. بهذه الطريقة إخواني سوف تظهر معنا حسابات لأشخاص يعيشون في لندن. ليس بالشرط أن يكون لندن، يمكنك كتابة أمريكا، ألمانيا، أي دولة تريدها أنت، قم بكتابتها وسوف تظهر لك أشخاص يعيشون في تلك الدولة التي تريدها. ثم ابدأ بإرسال طلب صداقة. عندما يقبلك ذلك الشخص في حسابك، ادخل إلى أصدقائه وأرسل لهم طلب صداقة، وأصدقاء أصدقاء أصدقائي، ثم ادخل إليهم وابعث طلب صداقة لأشخاص آخرين. بهذا الشكل سوف تحصل على عدد كبير من الأجانب في حسابك. وأتمنى أن يعجبك أخي العزيز هذا الفيديو، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.